نانديني أنا أمك. بدك أعتذر منه؟ شايفتيها كتير كبيرة بحقك؟ نحن ما رح نتصالح نهائياً لحتى تعتذري من زوجي. بدي تعتذري منه يا أمي إذا سمحتي. غير هيك الحكي السيء يلي قلتيه عنه من قبل ما رح أنساه أبدا. ناندو، ما في داعي لهذا الشرط. تعالي بلا ما تكبري الموضوع. هلأ بتروق، طالعة عصبية مثلك. أشيش أنت يلي حطيت هذا الشرط لتصالحني، وأنت يلي حرضت علي لحتى أعتذر منك اليوم وترجاك تصالحني، صح؟ لا ما صار هيك، أنا اللي بقلها تصالحك ولا يهمك. أنا لصغير وأنا اللي بعتذر منك. إذا من قبل ضايقتك أو زعجتك فبتمنى تسامحيني، وأنا آسف. وجيتك لعنا اليوم عن جد كتير كبيرة. شو حلو وقديشك ظريف. ايه انت اكيد صغير ورح تضل هيك طول عمرك، صغير قدامي انا وصغير بين الناس. جاي هلأ تعلمني كيف بدي يكون ام؟ نسيت انك كنت تلميذي؟ ورحت استغليت هالقصة وتعرفت على بنتي وتزوجتها غصب عني. حلو. أكيد أنا تلميذك، وطبعاً أنت إلك فضل كبير علي، وأنا ما بكرهك. القصة كلها سوء تفاهم، أنا بس ضد طريقتك بالشغل مو أكتر، وطريقتنا بالتفكير مختلفة. أنت ما بيهمك مين المجرم وشو عامل، وبتهمك المصاري وبس. وبصراحة أنا ما كان بدي أتزوجها لنانديني غصبا عنك، ووقتها رحت على البيت لعندك وطلبتها منك، بس للأسف أنت بوقتها عيطتي علي وطالعتيني من بيتك. يا ريتني ضربتك. بندم لأني ما ضربتك بهذاك اليوم. أنت دمرت حياة بنتي وحرمتني منها مشان هذا الحب السخيف تبعك، وببساطة كان ممكن تكون محامية ناجحة مثلي، وهلا هي مجرد زوجة لإلك بس كرمال حضرتك. كل هذا بسبب عنادك أنت. يلي عم تقولي هذا خيارها وما كان غصب عنها، وهي حياتها.